اليوم من نقابات قوات الامن خيروا انهم يحتجوا قدام المجلس التاسيسي. علاش؟ بالنسبه للوقفات اللي كانت قدام وزاره الداخليه هي كانت مطالب خاصه، معناتها مطالب اداريه. توا معناتها الشيء اللي صاير في البلاد وبالتهديدات الارهابيه اللي قاعده صايره ما عادش مسؤوليه الامنيين فقط، ولات مسؤوليه الناس الكل. بالنسبة لنا احنا جينا المجلس التأسيسي على خاطر هو السلطة الشرعية توا الوحيدة في البلاد، وهو اللي باش يسن لنا القوانين اللي تحمينا، وهو اللي باش يدافع قانونيا، معناتها هو اللي باش يدافع على حق الأمنيين. وكما تعرف الضحايا اللي قاعدة صايرة توا هي من طرف الأمنيين، معناتها نستناهم في المجلس التأسيسي عندنا قداش باش يسن لنا القوانين هذه اللي تنظم لنا العمل نتاعنا وتحمينا وتحمي عائلاتنا. والله اهم المطالب ظهر لي ماهيش متخبيه على حتى عاد، الناس كل تعرف الوضعيه نتاع الامن توا هي من ضعف القوانين وكذلك من ضعف التجهيزات. فهمتني؟ احنا عندنا منحه نتاع اختار هذه اللي ندافع عليها، عندنا ندافع عليها توا مده. معناتها تصور انت انسان معرض صدره للكرتوش وياخذ في 20,000 ولا 10,000 رقم راح تختار. معناتها ثم توا مانيش باش تحكيو على الامور الماديه، على خاطر توا امن بلادنا وأمن شعبنا أهم المطالب المادية. توا احنا حاجتنا بقوانين فعالة وتجهيزات متطورة باش نجابوا بها الآفة هذه اللي قاعدة تنفر في بلادنا وقاعدة باش ترجعنا 20 سنة إلى الوراء. جلال الوالي لا تقرفني باسم إقليم تونس. سي جلال اليوم أنت واقف اليوم مع 50 الوقفة الاحتجاجية بطبيعة الحال، إقليم تونس كل مساند. تعرف اللي احنا عندنا مطالب مشروعة اللي هي القانون، لازم يسنوا لنا قانون، يشوفوا لنا حالاتنا الاجتماعيه. عندنا مطالب وعندنا لجنه اللي تتفاوض على المطالب هذه، لازم يفعلوا هنا في اخر فرصه. لانه قلت لهم الداخل تو وصلت لاحتقان كبير ياسر ياسر. نخشى ما نخشاه من انها تكون ثوره امنيه. هذا ما نخشاه. بالنسبه اذا كان نحكيو عن المنظومه القانونيه، بالنسبه لكم انتم شنو هي القوانين المستعجله اللي لازمها تتصل لمزيد من الحمايه الامنيه؟ عندك تجريم الاعتداء على المقرات، تجريم الاعتداء على عوامل الامن اثناء ادائهم واجبهم ولا خارج فتره العمل، تجريم كل من يعتدي على العائلات. احنا عندنا زميل وقع ذبحه، معناتها عمرها ما صارت في تونس، كانت موجوده. انا كنت في زياره لمجموعه من الامنيين المصابين في المستشفى العسكري، فما برشا من العوين يحكيوا على مشكله التعليمات، مشكله التعليمات اي انه هو يقول الارهابي لا ينتظر التعليمات بينما الامني مطالب بانه ينتظر التعليمات. نحن كاقليم تونس عملنا زياره لجبال الشعب وزرنا الزملاء اللي خدموا غادي، وقفنا على حقيقه برشا حاجات. مش مشكله تعليمات برك، حتى تجهيزات، حتى اليه العمل كلها ماهيش مضبوطه. وليد زروق كاتب عام محلي نقابه سجون والسلاح، الوقفه هذه شنو هي ابرز المطالب اللي نجموا نلخصوها في وقفتكم هذه؟ اليوم المطالب اللي خرجت من اجلها المؤسسه الامنيه ظالي مطالب شعبيه اكثر منها مطالب لرجال قوات الامن الداخلي. اليوم نحبوا تفعيل قانون معناها يسير عليه الجميع. اليوم نحبوا علويه القانون. بذية نضمنوا بناء امن جمهوري محايد. انا نقول اليوم اذا ما فماش اراده سياسيه في اعطاء قوانين تحمي المؤسسه الامنيه ورجل الامن في انه يخدم ومعناه وظهره محمي، فانها ستكون الثوره الجايه ستكون امنيه. وصدقوني معناها ماهوش كلام من الفراغ، كلام سببه احتقان القاعده الموسعه الامنيه الكبيره. اليوم فما تواطؤ كبير من قيادات امنيه في جميع الاسلاك حج لخدمة أجندات سياسية معينة ولتركيع هذه المؤسسة من جديد. اليوم مش عام 87 باش نعاودوا نفس السيناريو، ومن بالعمليات الإرهابية ذي ومحاولة فما اعتداءات منفردة على زملاء وفما وسط حتى القتل كما زميل اللي في جبل الجلود. أنا نطالب من هنا النيابة العمومية بمصارحة الشعب التونسي بإخراج الأسرار الخطيرة اللي وقفنا عليها نحن كأمنيين في حادثة مقتل الزميل محمد أسبوعي الله يرحمه. أنا نطالب بالنيابة العمومية بالتحرك في دمغجة، وفما مخطط كامل اليوم للإرهاب، وفما أطراف سياسية قاعدة تدعم وتغذي في العبادة هذه. وتكلمناها عنها برشا، تكلمنا على زيارة عادل العلمي للسجون التونسية والدمغجة متاع المساجين، تكلمنا على الحاجات هذه داخل في صلب الإرهاب. Thank you.
على بالكل على الثراء والصراحة والكاليتي بتاع الحوار اللي كان عندنا وكما الأمنيين منضبطين وواقفين ويسمعوا يظهر لي الأعضاء مجلس التأسيس زملائنا تنموا بعضنا ونجموا نسمعوا بعضنا وقادرين باش نعطيه معناها مساج ان احنا كنا اليوم متحدين واقفين مع بعضنا هنا قاعدين كل في الطاولة مخلطين وانه احنا اليوم جامتنا مصلحة البلاد ونحبوا نلقاو حلول مشتركة وحلول بناء وحلول اللي الناس كل كونستركتيف ومانيش باش ندخلوا في النقاشات في النظام الداخلي في هذه امور ما تعنيش الامنيين اليوم فما اشياء الناس كل معناها متفقين عليها ونحبوا نقدموا. محمود في وسط الجلسة اللي جمعتكم يعني بنقابات قوات الامن فما بعض النواب اتهموك انك سعيت الى مغالطة يعني نقابات قوات الامن وكنت حتى قلت انه في ظرف 48 ساعة نجم يتبدل القانون الاساسي الشيء اللي برشا نواب اعتبروه مغالطة. شنو تعليقك؟ ماهوش مغالطة هو احنا نجم نبدلوا النظام الداخلي للمجلس الوطني التاسيسي في ظرف 24 ساعة واذا تكون القوانين موجودة اليوم ممكن انه نقترحوها لتحسين الظروف الاجتماعية لاعوان الامن لانه يعني الظروف الاجتماعية ظروف اجتماعية متداورة للغاية على الاقل نخليهم يخدموا في ظروف نفسية افضل من اللي هما يخدموا فيه اليوم. منحة الاختار كي تسمع اللي هي 20 دينار واليوم تعرف اللي عون الامن قاعد يعرض في نفسه للاختار من اجل معناتها البلاد وكل شيء وهو ماهوش ياخذ في حقه فانه هذه مساله ما نجموش نقبلوها. بالنسبه لي انا المساله على غايه من الاهميه. اليوم المجلس الوطني التاسيسي صاحب السلطه الاصليه والشرعيه اليوم في البلاد ما ننتظرش حتى الحكومه توافق او ترفض الحكومه باش انا نجاوب اعوان الامن. وبالتالي فانه المجلس الوطني التاسيسي لابد انه يتحمل المسؤوليه بتاعه كامله من اجل تغيير النظام الداخلي للمجلس الوطني التاسيسي ويقترح مقترحات جديده وقوانين جديده لتحسين الوضعيه الاجتماعيه لاعوان الامن. يعني لازمها تكون مسبوقه بتغيير النظام الداخلي بطبيعه الحال. احنا النظام الداخلي غيرناه من اجل اشياء بسيطه. اليوم مستعدين نغيروه اذا مصلحه البلاد تقتضي انه نغيروا النظام الداخلي. هو تغيير فصل وحيد في النظام الداخلي، تغيير فصل وحيد ما ياخذش من اعضاء المجلس الوطني التاسيسي اكثر من 24 ساعه لتغييره وتقديم مقترحات لتحسين الوضعيه الاجتماعيه لاعوان الامن. محافظ شرطة أعلى سونيا السومري كاتب عام في نقابة الإدارة العامة للمصالح المختصة، لأن احنا لو تحكيوا على الأمن ما نجموش كان نحكوا على الأمن من زاوية الإرهاب فقط، وإنما نحكيوا على الأمن من زاوية الأمن الشامل، الأمن الاقتصادي، الأمن الاجتماعي، الأمن في مفهوم نوسيون سيكوريتي جلوبال، ما نجموش نحكيوا عليه في ظل هذا الأمن المشتت بالاعتصامات، مشتت بجميع الظروف اللي راهو فيها احنا، دونك احنا مطلوب منكم أنتم كأعضاء لمجلس الوطني التأسيسي تعاونونا في مسألتين أساسيتين. المسألة الأولى اللي التوجه متاع النصوص يلزمها تحكمها قاعدتين أساسيتين اللي هما اللي تقوم عليهم كافة القواعد القانونية اللي هي العدل والإنصاف. وفي مناسبة ثانية بمناسبتكم أنتم كلكم منتمين لأحزاب أنتم زاد تعاونونا في إرساء الأمن القومي واللي قالوا بكري كالسحبي المعلومه ما نجموش نحكيو على الامن في غياب ان سيستيم دو في بيرمانون. يلزمنا نظام يقظه دائم ونظام اليقظه الدائم اللي تشارك فيه المجموعه الوطنيه الكل لان ما نجموش نقدموا بدون يقظه وهذا هو المطلوب. وشكرا لكم. اليوم تونس كامله تعرف اللي الاتحاد الوطني نقابات الوطن التونسي والنقابات الموجوده لهنا دخلت المجلس الوطني التاسيسي في ظرف استثنائي وانه جيناكم باسم امن تونس باسم امن بلادنا باسم امن الشعب نتاعنا. الكوره اليوم عند المجلس الوطني التاسيسي، الكوره اليوم عند الحكومه. نحن كيما قلنا قدمنا الشهداء وقدمنا الضحايا، اش باش تقدمونا انتم اليوم واش باش تقدموا الحكومه؟ وسمعت اليوم فما اجراءات استثنائيه داخليه. انا نحترم القانون الداخلي نتاعكم، نحترم يعني طريقه العمل نتاعكم، هذا ما عنديش دخل فيها. اما فما كلمه ما عجبتنيش اليوم الاستثمار
في امن البلاد هو اولويه مطلقه. اليوم استمرار استثمار في امن تونس هو اولويه مطلقه، واليوم سوف تمتحنوا كلكم الحكومه والنواب الشعب مدام مصداقيتكم مع الملف الامني، لانه هذا الملف الامني هو امنكم. واليوم اذا فماش يعني تجاوب حيني وفوري واكيد جدا مع الملف الامني، نقول لكم راهو بالنسبه لنا نحن لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ونقول لكم جئناكم حاملين بيدنا اليمنى امن الوطن والمواطن، وحاملين بيدنا اليسرى كرامه المؤسسه الامنيه واعوانها، فلا تسقطوا منا هذا، فلا تسقطوا منا هذا. عملية مسؤولية لليوم كما قال الأمين العام، مسألة التعاطي مع الملف الأمني أكيدة وفورية، والملف يجب يكون قبل الملفات الكل. احنا باش نشوفوا شنو هي الأجواء ونشوفوا شنو هي التجاوب مع طلباتنا، وبعدها نقرروا شنو باش يصير. على كل حال نقول لكم حاجة، نعملكم حاجة، رانا باش نخليوها على بلادنا، باش نقعدوا في الميدان ونجاوبوا على بلادنا، أما اللي مش باش يخدم مع بلاده باش يقعد في الخزي والعار. اليوم ما نقولوش نواب على الأحزاب، اليوم نواب الشعب الكل، الشعب الكل. في لحظة فارقة، في لحظة تمر بها البلاد حرجة، أنا ما نحبش نقول حرب أهلية ونكبروا أشياء، لكن لحظة حرجة فارقة. اليوم لابد من مجهودات التواسى الكل، النواب، سلطة عليا، الأمنيين، الشعب التونسي الكل. نحن شنو نقدموا للأمنيين؟ نحن مش باش نحثوا الحكومة، سنطالبها بضرورة إحالة كل النصوص التشريعية والقانونية اللي إن شاء الله تصلح المنظومة هذه الأمنية. والمنظومة هذه وقت تحللنا سيكون القانون هذا ذو أولوية، قصوا على كل شيء ونعملوا قوانينهم بكل صراحة. لكن نحب نقول مساج، نحن وقت زرنا الأمنيين من فرق خاصة شباب، أنا قلتها ونعود نقولها، أن السياسيين طلعوا أغبياء قدام طفل مقصوص ساقيه قبل رأي بالسام، نحن نرجع نخدم ونخدم تونس، هذه تونس وهذه رجال تونس. هذه كان رأي، هذه مدام يمينة، هذه كان رأي النواب. بالنسبة لكم أنتم اليوم كنقابات أمنية، نعرفوا اللي أنتم كنتوا توجهتوا لوزارة الداخلية في وقفات احتجاجية سابقة، اليوم توجهتوا للمجلس التأسيسي كسلطة تأسيسية في البلاد، إذا كان لم يتم الوفاء بالوعود هذه و يعني السعي الى تحقيق مطالبكم واللي كنتوا طرحتوه اليوم في اطار هذه الجلسه، شنو هي الخطوه الثانيه؟ اول حاجه احنا لكل مقام مقام، احنا اليوم حبينا نعملوا رساله وصيحه فزاع، صيحه فزاع للنواب الشعب، وحبينا حاجه اخرى رساله من الاتحاد الوطني لقياده الامن التونسي، نحبوا نوحدوا ونحبوا الوفاق، نحبوا على الاقل المره الاولى نشوفوا نواب الشعب متوافقين على مساله، المساله هذه الامنيه، نحبوا هما يتوافقوا على مساله امنيه. احنا نطمنوا باش احنا نرجعوا للقاعده نتاعنا، نقولوا راهو ثم نواب حاسبيكم، وراهو ثم اراده سياسيه، الاراده هذه حول حمايه عون الامن وحول الالتفاف وحول الاهتمام بمشاغل الامنيين. وقت اللي كما الاخت امينه الزمان من السيده النائبه المحترمه وقت تقول راي انا الزميل اللي تقصد سابقه يقول انا نحب نرجع لقصه اخرى، انا نطمن نحس بالاخت اليمينه وصلت لها المساج والمساج رسي، واحنا نحبوا ما نحبوش ثم التباين، ولا نحبوا احنا نكونوا قراب للشعب، يبدا نائب الشعب يحس بهمومنا، يحس بهموم الامنيين، راه حتى النائب بتاع الشعب عنده بنته ولا ولده ولا ولد خوها ولا ولد خالتها ولا قريبه في الامن، احنا رانا امن تونس ما جايين لا من السنغال ولا من درجه ثانيه، احنا اليوم حبينا نحيوا امانه والمسؤوليه نحيناها من كتافنا حطيناها على كتافهم هما، وهما احنا بسلامه ربي ما نحبوش نشوفوا الكلام ولا نحبوا الحق، احنا عندنا لكن امل، ثم امل، ثم امل، احنا بسلامه ربي عندنا فيهم ثقه وكلنا امل باش هما يكونوا في مستوى تطلعاتنا. ورسخوا استقلاليه الجهاز الامني واليوم حاجه صحيح. شوف مش عاود غبي من يتجرأ اليوم يقول ممكن المؤسسة الأمنية يركب عليها الشخص مهما كان هو، ولا المؤسسة العسكرية. اليوم ثورة زادة صارت في المؤسسة الأمنية وثورة صارت في المؤسسة العسكرية، اليوم هاتين المؤسستين خارج كل تجاذبات، ونحن راسنا نستميت أن هالمؤسسة دي تكون خارج كل تجاذبات سياسية. واحنا نوعدوكم باش نكونوا على مسافة، نفس المسافة من كل الأحزاب السياسية، نفس المسافة، ولا نخشى في كلمة الحق، لا نخشى لو ما تلائم إن شاء الله.